نعملوا فيها شوية. مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة كما حكينا اللايف نتاعنا بدا 11 تاع الليل، نستناو يتلموا أكثر عباد وبعد نبداو نحكيو على المقابلة نتاع المنتخب التونسي اليوم. فرحة كبيرة فرحونا الأولاد، يعطيهم الصحة. كالعادة نحكي شوية من الأول وبعد اللي يحبوا يدخلوا معانا مرحبا بيهم، يدخلوا يعملوا فور انفيتاسيون في اللايف ويدخلوا معانا مرحبا بيهم. بون عوضي يقول لي اللي فات تقول فضيحة وتوا رجعت بيان سور، اللي فات شنو دونك فضيحة كي تخسر مع غامبيا، واليوم خويا شفنا منتخب باخر تقريبا، مش معناتها مش نفس المنتخب اللي شفناه. باش يوريك ما فماش حتى سوء نية، معناها إذا كان ما لعبوش بالباهي نقول لكم أنا نقول لكم راكم خايبين، إذا كان لعبوا بالباهي نقول لهم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. معناها كما العادة تلقاوه إن شاء الله لايف في قناة اليوتيوب، تدخلوا شين يوتيوب السمد تلقاو فيها اللايف متاع المنتخب الوطني التونسي اليوم والفوز الكبير على منتخب نيجيريا، واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية. دونك نحكيو شوية على المقابلة اليوم. شفنا كما قلت منتخب آخر بروح جديدة في ظروف صعيبة ضد منافس قوي، فاز في 3 مقابلات الأولى متاعه في الكوب دافريكا، هذه منتخب نيجيريا 9 نقاط كاملين. الحمد لله خويا مبروك علينا عبد القادر. دونك كما قلت مقابلة صعيبة، شفنا الولاد بدون المقابلة كما يلزم. الحق نحكي شوية قبل المقابلة، برشا كانوا متشائمين بما فيهم أنا باعتبار قوة المنافس، باعتبار أن منتخبنا مورالمون ما كانش كما يلزم في البطولة هذه بعد خسارة متاع غامبيا. دونك برشا كانوا متشائمين وما فماش حتى أمل كبير للمنتخب باش يفوز بالمقابلة نتاع الليلة. ما يفش نقول أنا ما كنتش منهم، كنت الحق متخوف من المقابلة كما التوانسة الكل، لكن فما أمل صغير كنت حاطه، موش كلام على أسس واضحة، أهمها أن المنتخب التونسي عودنا في النسخة هذه نتاع الملاعبية بعد كل فوبا بعد كل ريزولتا خايبة يرجعوا الولاد ويعملوا رياكسيون في المقابلة اللي من بعدها. أيضا الحاجة أخرى أن المنتخب التونسي ديما يلقى لعبه ضد منتخبات الكبار كمنتخبات نيجيريا ومنتخبات الكبار، يعني دونك من الحاجات هذا اللي خلاني نخلي شوية أمل معناها في المنتخب التونسي، ولو أن الحق ما نكذبش عليكم ما كانش كبير. بالنسبة للملاعبين اللي خاضوا المقابلة، ديما كنت حتى في اللايف اللي فاتوا ولا في الاستاتيو بتاعي نأمن بثنائية العيدوني والصخيري ما تمشيش برشا، لكن الماتش نتاع اليوم حبيت يهبط العيدوني اللي على فكرة كان بطل المقابلة وأحسن لاعب في المقابلة تقريبا، ما شاء الله عليه يربح كل الثنائيات نتاعو. علاش حبيت يهبط العيدوني؟ حتى فما حكيت مع شكون قال نحبوا يهبط رقيق ونعبوا بثلاثة في اللاكس، لكن لا اليوم ماتش أكيد نتاع وسط ميدان، وسط ميدان نيجيريا قوي برشا أكيد بوجود الثلاثي العيدوني الصخيري وكذلك أنيس بن سليمان، منتخبنا كان يكون افضل معناها. دونك وهذا اللي صار تقريبا في المقابله، خاطر المقابله هذه متلعبوا على وسط الميدان الحمد لله. دونك التشكيله اللي هبطت تقريبا نفسها، كنت متشك شويه لمساك ياسكو في
ينجم يلعب ماتش كامل. الحمد لله اليوم لعب ماتش كامل تقريبا، جاب الهدف متاعه. على كل هدف يعطيه الصحة يوسف. دونك في المقابلة متاع اليوم ما شاء الله عليه جاب البونت وربح، فكرنا بيوسف متاع العادة. ولو انه بون اوكي معاكم انه يوسف بعد شوية على الامكانيات متاعه، لكن يبقى الحق لاعب كل ما نحتاجوه نلقاوه، لاعب اللي قادر يقلب الطاولة على اي منتخب كان، على اي فريق كان. ما شاء الله عليه يوسف المساكني اليوم جاب لنا الماتش. ايضا بون شفت برشا ايضا يحكيوا على حمزه رفيعه والمردود نتاعو، وكي ما كانش باهي برشا هجوميا، لكن عاودنا برشا، عاودنا برشا حمزه رفيعه خاصه في الناحيه الدفاعيه ما شاء الله عليه. يا اخي كان نشوف المساكني على طول حادي. كيف كان خويا مادي، ولا نعرف شنو بالضبط سامحني، من الاول ما قعدش ماتش كبير خاصة الشوط الاول، لكن خويا ذيك قوته توا في الايامات الاخرى المساكني ما يعديش ماتش كبير، لكن يجي في كورة في اثنين ما شاء الله عليه يقلب الطرح، والدليل انه سجل هدف من كورة ميتة تقريبا. حتى بعد عاوننا شد شوية الكورة في وسط في الهجوم، خاصة كان الوحيد تقريبا يشد، نجم يشد الكورة، وبعد دخل شوية السليت يعاون شوية في الناحية هذه. معز يقول العيفة والطالبي ودراجر الصغير مساكني، والكوتش جاي القادري بصراحة ما شاء الله عليهم. اي والله الكل يعطيهم الصحة الملاعبين الكل اليوم، مش كان هذم بالضبط. قلت كنت نحكي على حمزة رفيعة، اوكي برشا لموه شوية من الناحية الهجومية ما عاونش، لكن الحق عاون برشا دفاعيا. الحق شفناه خاصة في أول مقابلة عاون برشا محمد دراجر، فرجع برشا معاه للدفاع خاصة في بداية المقابلة. تعرف الناس كل بداية المقابلة مهمة جدا يعني في المنتخب التونسي، دونك فقد منتخب نيجيريا الثقة في روحه، ولهناك كان مهم جدا الملاعبية نتاعنا انه خاصة رفيع اللي عاون برشا محمد راجع على اللاعب فيكتوري سيمون، تقريبا احسن لاعب في منتخب نيجيريا واللاعب الاخطر فيهم طيلة البطولة هذه، واللي الحمد لله ما عداش ما شفناهاش اليوم باعتبار انه قوة الملاعبية متاعنا. ما شاء الله عليهم يعطيهم الصحة الملاعبية كل اليوم. بون أي حد يحب يتدخل معانا مرحبا بيه، يحب يحكي على مقابلة المنتخب اليوم. دونك خايف الحق شوية من الماتش الجاي من ماتش بوركينا فاسو، باعتبار أنه منتخبنا يلقى صعوبات مع كل يكون هو مطالب بصنع اللعب. اليوم ضد منتخب نيجيريا كنا واقفين مليح تكتيكيا، كيف كيف دفاعيا كنا منظمين بالباهي، ايضا استغلينا الفرص والمساحات اللي خلاهم منتخب نيجيريا التالي. دونك خايف من مقابله بوركينا فاسو باعتبار اننا داخلين فافوري عليهم، ونحن اللي معناتها نورمالمون مطالبين بصنع اللعب لهنا. دونك خايف شويه من المقابله الجايه. ان شاء الله يخدموا برشا ستاف تكنيك والملاعبين يكونوا حاضرين مونتالمون في النقطه هذه. ايضا تركيبه وسط الميدان اوكي اليوم عيدوني عدى ماتش كبير، لكن مع ان ان شاء الله يرجع الاولاد اللي في الكوفيد، مع انه يرجع غايلان ان شاء الله ياخذ بلاصته، وما نشوفش خاطر كان مطالبين باش نصنعوا اللعب، ما نشوفش انه العيدوني قادر يصنع اللعب. العيدوني تلاعب تلاعب تحتاجه في مقابلات من نوع متاع نيجيريا، مقابلات متاع منافس على الورق اقوى منك، قادر يكسر الريتم، قادر يكسر الكرات متاع المنتخب المنافس. دونك ان شاء الله ناخذ النقاط هذه بعين الاعتبار مع عودة السليت ان شاء الله. شفناه اليوم دخلته كانت باهية برشا، عاون برشا القدام، شد برشا كور، خفف الضغط على المدافعين اللي تبارك عليهم خاصة الطالبي والعيفة. اليوم ايضا بشير بن سعيد نعطيه حقه، جاته كورة ما شاء الله كان حاسم فيها ونحاها. شنو رأيك في المستوى البدني خاصة دراجر بن سليمان ورفيعة في وقت الماتش؟ حسيتهم ما عادش منجمين يتحركوا. بالنسبة لدراجر والله مفهوم، اللاعب من البطولة العربية كان غايب محمد دراجر، إصابة طويلة شوية بعد الكوفيد، هنا نجمو نفهموا الغياب، معناتها ما كان ماهوش محمد اللي عودنا بنفس المردود. هو بيدو حتى سمعته في التصريحات بعد المقابلة مأمن بالشيء هذا، أكيد نصبر عليه شوية، بكل ماتش باش يكون خير إن شاء الله. اليوم كان خير من مقابلة جامبيا ونصور مقابلة بوركينا فاسو، اللي نورمالمون باش تكون نهار السبت، يعني جمعة كاملة راحة مهمة جدا باش الأولاد يسترجعوا أنفسهم، وحتى اللي عندهم الكوفيد اللي ما لين يسترجعوهم في بقية
معناتها المنافسات نتاع البطوله هذه ان شاء الله نمشيو فيها لبعيد، وكما كنت متوقع في ومحاطط من اول البطوله هذه. بن سليمان كيف كيف عندنا ماتش كبير مهم زاد، الولاد الكل يعطيهم الصحه، الكل بن سعيد الحدادي كيف كيف اللي ما لعبش برشا في التورنوا هذه لكنه دفاعيا اليوم عاون برشا، وكان سود منيع قدام الملاعب قدام الهجوم القوي نتاع منتخب نيجيريا. ايضا الجزائر يتحرك برشا وقلق ما شاء الله عليهم، يعطيهم الصحه الولاد الكل وبرافو ليهم. ان شاء الله نكونوا في الموعد ضد منتخب بوركينا فاسو، ماتش باش يكون اصعب ونعاودها اصعب من منتخب نيجيريا، خاطر المقابلات ضد المنتخبات الكبار هذم اكيد يتحضروا معناها وحدهم، حتى الملاعب يتحضروهم، لكن ضد منتخب كبير اللي هو ضد منتخب اقل منا شويه اللي هو منتخب بوركينا فاسو. اليوم فازت فيه مع الجابون اوكي، ولو انه لعب 120 دقيقه اليوم لكن لقى برشا صعوبات مع منتخب الجابون، ولو انه ضيعوا ايضا بينالتي. ان شاء الله منتخبنا يكون في مستواه. فرج يقول الصغيري مازال الوحيد ما دخلش في الكان، ان شاء الله ضد نفسه يتحسن، خاطر تونس في حاجة ليه. صحيح صحيح، مازال ماهوش الياس اللي نعرفوه، فرج إن شاء الله. علاش ليه لاعب دوره مهم جدا في المنتخب التونسي، وعلاش ليه نستناو منه برشا. أوكي مازال براجع كيف كيف، كان عنده الكوفيد حتى هو كان عنده إصابة، إن شاء الله في المقابلة القادمة نشوفه ما خير منه. بون فماش برشا اليوم يتبعوا، ما نعرفش علاش يمكن فما برشا عباد في الشارع، فماش برشا حتى عباد تحب تدخل معانا، مش مشكل ان شاء الله تلقاو اللايف تلقاوه على اليوتيوب. معز يقول لي توا يلزم يكون تركيز على عدد اللاعبين اللي كانوا مرتاحين علي معلول مكان سامي الحدادي، غني الشعري مكان من سليمان، نعيم سليتي خاصة مكان رفيع. معاك خاصة لكن مش معاك العيدوني نشوفه يرتاح، انا معاك راه قدم ماتش كبير اليوم، لوم دو ماتش في نظري انا، لكن في ماتشات اللي نحن مطالبين مش نصنع اللعب، نشوف الحق هو يرتاح نتاع ماتشات الحق اللي نحن باش نقبلوا فيهم اللعب. رايك في ديو لعيفة الطالبي خاصة الطالبي مستواه عالمي، يعطيهم الصحة الزوز الأولاد، فما بعض الأخطاء لكن إن شاء الله عادي، هذم عدوا ماتشات كبار مع بعضهم البطولة العربية عادي باش يكون فما أخطاء، لكن صغيرة الأخطاء الزوز ما شاء الله عليهم، ودليل ما نش قاعدين نقبلوا في برشا أهداف. بون فما انفيتاسيون، شكون يحب يدخل معانا؟ أحمد الساكلي مرحبا. بلال بوشعار يقول لي أنا دخلت في الكان، ما ماهوش السخيري نتاع العادة بلال، صحيح اللي قال ما دخلتش في الكان كما يلزم، ماهوش السخيري نتاع العادة. رفيع بخلاف على ما يحكيون، عجبني يتحرك برشا دفاعيا، يتحرك اوكي وعاون كما قلت دراجا رفيع على فرج، لكن هجوميا كنا نستناو منه ما اكثر. بون نحس عنده شوية وزن زايد مقلقه شوية، نحس عنده مستوى اخر من هكا. بون بطل بلال بوشعار، ان شاء الله في الماتشات الجايين يكون احسن ويكون خير الحمد لله. يعطيكم الصحه الناس الكل، نتلاقاو ان شاء الله في دي لايف اخرين بعد ماتش بوركينا فاسو، ونكونوا على اشلاء في الدومي فينال. تصبح على خير، يعطيكم الصحه الاولاد الكل، وبرافو للملاعبين.